مخصصات برامج الدعم والحماية الاجتماعية في موازنة العام الحالي تصل إلى 529 مليار و700 مليون جنيه. ارتفاع الإيجارات في العاصمة البريطانية بوتيرة غير مسبوقة خلال الربع الثاني من العام الجاري. ارتفاع أسعار النفط، وكالة الطاقة تتوقع أن تشهد الأسواق شحا في المعروض. نشرة اقتصادية جديدة تأتي حضراتكم من القاهرة، أهلا بكم. بلغت مخصصات برامج الدعم والحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي الحالي للدولة 529.7 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 48.8% عن العام المالي الماضي. وتم تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وواحد وثلاثين مليار جنيه لتمويل برامج الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، وتخصيص 14.1 مليار جنيه لتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، وعشرة مليارات واثنين من عشرة لدعم الإسكان الاجتماعي محدودي ومتوسطي الدخل بزيادة قدرها 103.5% عن العام المالي الماضي، و3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل، وتخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل 6% نمو سنوي. اجتمعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، وذلك على هامش مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة المنعقد في مدينة نيويورك تحت شعار تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات. وخلال اللقاء أكدت السعيد التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى التقدم الذي أحرزته الدولة في هذا الشأن، وأن مصر تركز حاليا على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات. ونوهت السعيد بأهمية قضية تمويل التنمية وأهمية دعم الدول المتقدمة ومتوسطة النمو في تلك القضية وإصلاح النظام المالي العالمي، مضيفة أن الدول متوسطة النمو ومنها مصر استطاعت رغم التحديات العالمية في الفترات الأخيرة أن تحرز تقدما ملحوظا. اتفق الجانبان المصري والإندونيسي على أهمية بذل الجهود من أجل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ولا سيما من خلال نموذج الصفقات المتكافئة. جاء ذلك خلال الجولة السابعة للمشاورات السياسية بين مصر وإندونيسيا التي عقدت في جاكرتا. وذكرت وزارة الخارجية أن هذه الجولة من المشاورات تأتي في إطار الإعداد لعقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في المستقبل القريب لتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات، حيث اتفق الجانبان أيضا على تعزيز الاستثمارات الإندونيسية في مصر للاستفادة من المزايا التي تقدمها المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وما يمثله المقصد المصري من فرص للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتمتع بها مصر مع عدة شركاء في مختلف أنحاء العالم. أكدت وزارة الري أنها تلقت طلبات من 12 منظمة إقليمية ودولية
لتنظيم جلسات وورش عمل ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، حيث يجرى حالياً دمج هذه الفعاليات في أجندة الأسبوع، ومن المقرر أن يتم تنظيم الفعاليات تحت عنوان العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة، وذلك في الفترة من 29 من أكتوبر القادم إلى 2 من نوفمبر 2023. تترقب الأسواق العالمية نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي المقبل لحسم مصير سعر الفائدة، مرجحين أن يزيد الفيدرالي الأمريكي من التشديد النقدي لكبح جماح معدل التضخم. تترقب الأسواق العالمية نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي القادم لحسم مصير سعر الفائدة، وتتوقع الأسواق اتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى مزيد من التشديد النقدي لكبح جماح معدل التضخم الذي يصل إلى ضعف هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. من جانبه قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إنه لا يستبعد رفع سعر الفائدة خلال الاجتماعات القادمة للجنة السياسات النقدية، موضحا أن صانعي السياسة النقدية يتوقعون رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا العام للحد من ضغوط الأسعار المستمرة وتهدئة سوق العمل الأمريكية. كان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير بعد 15 شهرا من الرفع المتواصل في مسعى لإتاحة المزيد من الوقت لتقييم مدى تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض والضغوط المصرفية الأخيرة على الاقتصاد. وأظهرت التوقعات أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي سيرفعون سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى هذا العام من النطاق الحالي البالغ 5% إلى 5.25%. وذكرت تقارير أن العالم بأسره كان يستعد للركود الأمريكي في بداية عام 2023 وعلى مدى 6 أشهر بعد ذلك، لكن أكبر اقتصاد في العالم لم يتقلص على الأقل حتى الآن، حيث أكدت التقارير أيضا أنه إذا استمر الفيدرالي الأمريكي في مسعاه لإعادة التضخم إلى 2% فسوف يكسر الاقتصاد الأمريكي ويهز بقية العالم في هذه العملية. ارتفع متوسط الإيجارات في العاصمة البريطانية لندن بوتيرة غير مسبوقة خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك بعد أن اضطرت الزيادة في أسعار الرهن العقاري اضطرت أصحاب العقارات إلى زيادة قيمة الإيجارات، وبلغ متوسط قيمة الإيجارات في لندن حالياً 2567 جنيه استرليني شهرياً، بزيادة نسبتها 13.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. أما خارج لندن فقد بلغ متوسط قيمة الإيجارات 1231 جنيه استرليني شهرياً، بزيادة نسبتها 9.3% مقارنة بالعام الماضي. تبنت الهيئة الدولية لقاع البحار خارطة طريق تهدف إلى اعتماد قواعد لتنظيم استخراج المعادن في أعماق البحار عام 2025، ما أثار استياء منظمات غير حكومية تدعو إلى وقف نشاط يعتبر أنه يشكل خطراً على المحيط. وأكد مجلس الهيئة الدولية لقاع البحار نيته مواصلة تطوير هذه القواعد بهدف اعتمادها في الدورة 30 للهيئة في 2025. طالب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية بيتر أدريان بمراجعة سياسة الطاقة التي تنتهجها الحكومة الألمانية. ونقلت صحيفة فيلت أمزون تاج الألمانية عن خطاب أدريان لقادة اتحاد غرف التجارة والصناعة أنه حتى الآن لم يتم سوى تحديد موعد التخلص التدريجي من تكنولوجيا قديمة،
مضيفا أنه إذا استمرت الأوساط السياسية على هذا النهج سيكون هناك احتمال كبير بأن تواصل محطة الطاقة التي تعمل بالفحم عملها لفترة أطول بكثير مما تقرر مؤخرا، ما يؤدي لإخفاق ألمانيا في تحقيق الأهداف المناخية. شدد وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت هابيك على أهمية توسيع إنتاج الطاقة المتجددة، وذلك خلال اجتماع عقد بالهند لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين. وأوضح هابيك أن أوروبا وألمانيا شعرتا بما تعنيه التبعات الأحفورية، معتبرا أن الطاقة المتجددة تعد أهم من كونها مجرد مسألة حماية المناخ، بل مسألة تتعلق بأمن الطاقة والأمن الاقتصادي. هذا وفشلت دول مجموعة العشرين في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن تسريع التوسع في الطاقة المتجددة. قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن بلاده تلقت ردودا مشجعة من دول أخرى بشأن اقتراح بناء شبكة عابرة للحدود لتعزيز أمن الطاقة. وأوضح مودي لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين أنهم يروجون لهذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة مع الدول المجاورة في هذه المنطقة. فاصل قصير نعود بعده لاستكمال النشرة الاقتصادية، فابقوا معنا.